السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هنا قاسم يواصل الثورة، وهذه الرسالة الصوتية للسيد الدكتور منصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. إذن أعلنت اليوم أن عندك قائمة اسمية ليساريين يريدون تخريب الثورة. لعمري كان يجب عليك يا سيدي الرئيس أن تكون لك قائمة اسمية بأزلام وبقايا النظام القديم كذلك. خلي الرمانة هذه ينفشخها. إذا اليوم من الواضح أن الإعلان بتاعك فيه نوع من التهديد، وهذا ما لا نقبله مبدئيا، لأن الحكومة اليوم في تونس ماهيش حكومة متاع تهديد، ولكن حكومة لازمها انها تواجه الشيء هذايا بشكل براغماتيك، بشكل منطقي، حتى ان الشعب التونسي يفهم هالخماضة المحلولة في البلاد. على علمك سيدي الرئيس، وستة أشهر قبل خروج الثورة التونسية كنت معك في نفس الجبهة، وأريد أن أجدد وأذكرك بشيء، هو أن اليسار التونسي هو من قام بالتعبئة الشعبية والموبيليزاسيون، وكنت قد دعوت أنا بنفسي لهذا الشيء عبر الخطابات اللي كانت تتكتب في موريال وتتصور في باريس. ولذلك نحن نطلب منك أن تحل المشكلة هذه بأبروش جديد. لابروش متاع الجوفرنمون اليوم للسيتياسيون في تونس ماهوش ابروش صحيح، بل هو ابروش اصلاحي، يعني فرضات النهضة. الابروش الاصلاحي هذايا وكأنها استقطبت يعني التجمع القديم حتى تمرر البرنامج متاعها، وفي نفس الوقت عاملين ليستة لليسار. اليسار ليس عدو الشعب التونسي، ولن يكون عدوا، ولن يكون من الثورة المضادة، حيث لو نعتبر أن ما يسمى باليسار اليميني، اليسار الجديد ربما بقيادة الباجي قايد السبسي أو ما يعادلها، فهي ورقة محروقة تكتيكيا. هذه الورقة ورقة محروقة، ولن يستطيع لا القيام بثورة مضادة، ولن يستطيع تشكيل جبهة كما شكلت قبل حدوث الثورة. لذلك ومن هنا نحن نجدد طلباتنا لهذه الحكومة على أنها توضح خطابها أكثر فأكثر، وليس بالتهديد وليس بالقائمات الإسمية، ولكن بالعمل، والعمل الجبار، العمل المضني الذي يفصل الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إن أي عملية إيجاد لعدو إنما هو إعلان دكتاتورية جديدة. ولذلك سيد الرئيس نريد منك أن تسحب هذا الإعلان، لأن اليسار في تونس ليس يسار أوموجين،
هناك اليسار الوطني، وهناك اليسار المتمرد، وهناك اليسار الذي لن يكون يسارا أبدا، بل يمين، ويمين متطرف. إذن نريد توضيح ما قلته، ونريد كذلك قائمة اسمية لأعداء الثورة من داخل الحكومة. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.